وفاة الصحفية فاطمة بالخير عن عمر ناهز 52 عاما. توفيت يوم الأربعاء الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة بالخير عن عمر ناهز 52 عاما إثر مرض عضال. وبدأت الراحلة مشوارها الإعلامي في القناة الإذاعية الأولى كمذيعة عبر حصة 75% شباب، ثم توجهت إلى الإخراج الإذاعي لمدة 13 عاما، حيث قامت بإخراج برنامج شرقيات مع الإعلامية نجاة كاتو وبرنامج مرايا الذي يعد برنامجا اجتماعيا بامتياز. كما أنجزت الراحلة عدة روبرتاجات وتحقيقات تهم المجتمع مثل برنامج ألو دكتور، ثم عادت مرة ثانية للإعداد والتنشيط عبر برنامجها الفني استوديو النجوم لشغفها بالميكروفون. وقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار حيمر تعازيه الخالصة في وفاة الصحفية بالقناة الإذاعية الأولى فاطمة بالخير. وحسب بيان للوزارة، فقد نعى الوزير وفاة الصحفية والمنتجة بالقناة الإذاعية الأولى فاطمة بالخير التي عرفت بتخصصها في مجال الفن والثقافة لمدة تفوق 20 عاما. وأضاف البيان: يتقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة ولكافة الأسرة الإعلامية في هذا المصاب الجلل، راجيا المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وزويها جميل الصبر والسلوان.